مرحبا يا الحبايب، قاعد بشرب شاي وباكل راحة بسكوت طاط. قلنا خلينا نشهيكو، هاي الراحة ما مرق علي زيها. وديش أقول لكم من وين بعدين طرية. هذول الشايات طبعا، هاي الحبة الثالثة وهاي الكاسة الثالثة، والثالثة ثابتة. قلت خليني أعمل هالفيديو. شوفوا إخوان، أني اليوم تابعت الأخبار الأحداث لغاية الساعة 2 تقريبا. من 2 ورا قطعت، ما أعرف شو صار يعني. فاللي بدي أحكي لكم إياه هلا، في ظل المستجدات لغاية الساعة الثانية بعد الظهر اليوم بتوقيت عنجرة، اعذروني يعني. شوفوا، اليوم قريت مقال ب البي بي سي، تمام؟ شو بقول عنوانه؟ غزة وور، حرب غزة، هوبس فور سيز فاير فالت أو فالتر أهيد أوف رمضان. أني بصراحة بعرف شو معنى فالتر يعني، بس فهمت من المقال إنه الهوبس، الآمال يعني، تتضاءل. طبعا بتعرفوا العدو الصهيوني ما وداش الوفد على القاهرة، فنسيت أطلع معنى كلمة فالتر، بس أني هيك فهمت من المقال لما قريته كامل. هو بقول لك إنه هوبس الآمال عشان سيس فاير هدنة يعني، فالتر أهد أوف رمضان يعني تتضاءل. هيك فهمتني من المقال، ما نسيت أترجم كلمة فالتر. فولتر، فالتر، شوفوا أني للمرة المليون بعد المليون بالإنجليزي يحرم علي إذا بعرف أميز الإز من الهاز. طبعا باللفظ يا سلام، ولا بالأحلام على الشطب مع مرتبة الشرف. أنا باللفظ الإز بز والواز كاز. انسوا. شو في المقال؟ فقرة. شو الفقرة بتقول؟ عفوا المقال. Given the immense scale of suffering، في ظل المعاناة الهائلة، في ظل المعاناة الشديدة، في ظل المعاناة المأساوية، بيقول لك there must be an immediate ceasefire، يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في ظل المأساة. أو لو تعرفوا أنتم مين اللي قاعد بيقول هيك، أنا بخليها مفاجأة، خليها. There must be an immediate ceasefire for at least the next 6 weeks، على الأقل للأسابيع الستة القادمة بين قوسين رمضان. طيب، which is what is التي هي what is currently currently on table، التي هي معروضة على الطاولة. Which is what is currently on table. موسيقى، شعر عربي. which is what is currently on table، مطروحة على الطاولة. هاي الفكرة، انه هدنة فورية، هدنة، وقف اطلاق نار فوري. immediate. طيب، هذا في حدا يعني بيحكي هذا الحكي، تمام؟ فبيكمل هذا الحدا. شو بيقول هذا الحدا؟ بيقول جابر أمه، this is will get the hostages out،
هذا راح يعطي فرصة انه يصير في اطلاق سراح الرهائن. This is will get the hostages out. راح يسمح لل يعني لحركة المقاومة الفارسية حماس بأنها تطلق سراح الرهائن المحتجزين الأسرى. And get assistance and get assistant in. عفوا and get a significant amount of aid in. من وين جبت الاسيستنت انا؟ and get a significant amount of aid in. وادخال يعني مساعدات ضرورية، المساعدات اللازمة الضرورية للحاجة ماسة إلها. إدخال المساعدات لقطاع غزة طبعا. مين اللي بيقول هذا الحكي؟ طبعا قبل فترة أنا قريت لكم فقرة من مقال ناسب أي موقع لجون كيربي مستشار الأمن القومي، تقريبا نفس الدقة والرقصة معك؟ مين هسه بيقول هذا الحكي؟ هذا اللي بيقول هذا الحكي كراميل هاريس. كمالا هاريس او كراميل هاريسه. نعم كراميل هاريسه، كمالا هاريس نائبة الرئيس الامريكي جو بايدن. اخص عليك من زمن. وما معلش يعني يعني عشان انا صدقوني يعني لما بقرا فقرات زي هيك طبعا بالمكتب انا بكون اشرب فنجان نسكافيه، بشرب لي شفه نسكافيه هيك على السريع، بستطعم فيها بمز عليها وبتخيل يعني الموقف بشكل عام. صدقوني يعني اخوان معلش امريكا يعني حبايه حبايه كوبايه، احنا حكينا بهذا الموضوع، هلا بدنا نحكي شوي بتفصيل اكثر. امريكا ما بدها حماس تظل في قطاع غزة، إذا النتيجة المنطقية هي تؤيد استمرار العدو الصهيوني في اجتياح وقصف غزة قطاع غزة منطقيا. أمريكا ما بدها حماس تظل، هي متفقة قلبا وقالبا مع العدو الصهيوني بأنه حركة المقاومة الفارسية حماس ما تظلش ولا ثانية في قطاع غزة وما يظلش إلها أي أثر. يعني حماس يجب أن تمسي أثرا بعد عين، تمام؟ إذا هي تؤيد، والدليل قالوا له بالدليل كم فيتو فيتو شفنا من العم سام لأي مشروع قرار يقترح وقف إطلاق نو إطلاق نار فوري شامل وكامل. كم فيتو؟ فيتو مقترح الجزائري، وفيتو مش عارف شو، فيتو مش عارف شو. طيب طالما إنه العم سام ما بده الاجتياح يوقف ولا القصف يوقف، لانه هو ما بده حماس، حركة المقاومة الفارسية حماس تظل، لا هي ولا الجهاد الاسلامي ولا اي فصيل طخ طلقة او اشترك في 17. طالما انه هو هيك ليش الان بدعوه لسيس فاير؟ بعض المحللين وبعض المخلين يقول لك لانه العدو الصهيوني ضعف. لانه العدو الصهيوني تبهدل، لانه العدو الصهيوني اكل خرع حاشاكو، خلينا نحكيها على بلاطه. هيك بعض المهم بيقول لك هسه الان حركه مقاومه فارسيه هي اللي بتفرض شروطها على العدو الصهيوني. كيف العاد؟ تمام يا اخوان؟ هيك 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 هم تحليلهم، انه العم سام الان بده سيس فاير لانه العدو الصهيوني برقص بالعتمه في قطاع غزه، بخمس وبسدس، بلاخم ملاخمه، داير على ثمه. هيك بترقص على نيران مقاتلي حركة مقاومة فارسية حماس. مش انه يكونوا امينين واقعيين يا سيدي، بديش واقعيين، على الاقل امين. امين تكون امين يا زلمة في التحليل، تحلل بأمانة. كراميل هريسة بتقول لك احنا بدنا وقت فوري لإطلاق النار مشان شو؟ مشان إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات. أنا حللت
ليش بدهم هذول النقطتين بالذات؟ النقطة الأولى إطلاق سراح الرهائن. هسا المجتمع عند العدو الصهيوني قاعد بيضغط على نتنياهو وحكومته إنه بدك تجيب، بدك تطلق سراح الرهائن بأي طريقة، الغاية تبرر الوسيلة، بتوقف إطلاق النار، بتنسحب من قطاع غزة، بتسمح للنازحين بالعودة إلى أماكنهم، إيه إحنا بدنا الرهائن يرجعوا. طب هذا ضغط هائل على مين؟ على نتنياهو، صح؟ طب أمريكا ما بدها هذا الضغط، ليش؟ لأنها هي ما بدها حماس، لأنها بدها العدو الصهيوني يستمر في الاجتياح والقصف، تمام؟ طب كيف بدها تخفف هذا الضغط الهائل على نتنياهو؟ ما هذيك اليوم مشوا مسيرة من مهرجان نوفا، مش عارف شو، نيفيا نوفا للقدس، أهالي الرهائن وأنصارهم ومؤيديهم ونلف لفهم، ما هيك؟ مشوا مسيرة 4 أيام وثلاث أيام حاجة زي هيك، مشوا مشي زي مع أقدام. طب كيف أنا بدي أخفف هذا الضغط؟ لأنه بأي لحظة من لحظات الضغط يولد الانفجار، ممكن الجن مع نتنياهو أو أي واحد من أعضاء هاي غانتس راح على واشنطن بدون ما ياخذ ضوء أخضر من نتنياهو، حلق له بني غانتس يعني، في كان يوماني. فحتى الضغط ما يولد الانفجار، يا جماعة اطلقوا سراح الرهائن، بدهم يخففوا الضغط على نتنياهو مشان ياخذ راحته، يستمر في الاجتياح والقصف حتى يحققوا هدفهم الاستراتيجي البعيد المدى، انهم يشيلوا حماس. واضحة يا اخوان. وموضوع المساعدات عشان الرصيد الانتخابي للحج بايدن في الولايات المتحدة، ما بدهاش روح على القاضي يا عمي، انا مش قادر اعرف. بعض المحللين وبعض المخللين ما بيشربوا شاي قبل ما يحللوه. انتوا حكوا مخكم، الله يرحمه اذا انه بعده عايش، مو الرحمة تجوز للحي والميت. دكتور ميكانيك المواعي كان يقول لنا بس شغلوا بس 7 خلايا شغلوا من دماغكم. هاي جبتكم هاي الفقرة. شو بتختلف عن اللي حكاه جون كيربي قبل فترة وعملت عليها فيديو هذيك؟ انتوا عارفين هسا العدو الصهيوني بيقول لحماس احنا بدنا اسماء المحتجزين الاحياء. حماس قال عامله حالها انه يعني ست الكل، قال انها هي بتتحكم، قال لا ما بدناش نعطي، اذا هاي معلومات قيمه، اذا بنعطيكم اياها انتوا بدكم تنسحبوا، ومش راضي العدو الصهيوني ينسحب. اصلا قبل اسبوع او اكثر في مقال، طبعا هذا المقال اللي قبل شوي قريت لكم فقره منه من البي بي سي، في مقال ثاني بالبي بي سي اظن، بالبي بي سي بعرف شوي، لا بها آرتس، بها آرتس، هذا بالسرقة فتنا عليه، عرفتوا كيف؟ ولك وين رحت؟ شو عنوان المقال؟ Where do the hostages، هذا طبعا المقال قبل الأسبوع يعني، حتى بجوز أنا مسجل التاريخ. المهم Where do the hostages released، عفوا Where do the hostage release talks عين عن أطلس between بيّن between between حماس and إسرائيل stand what are the gaps، عنوان المقال أين تتعثر، بالمعنى يعني تتعثر محادثات اطلاق سراح الرهائن بين حركة المقاومة الفارسية حماس بأدبياتي، حماس بالمقال، والعدو الصهيوني بأدبياتي، إسرائيل بين قوسين والقوسين من عندي بعنوان المقال. What are the gaps؟ وشو الفجوات؟ شو نقاط الخلاف الرئيسية؟ يلا احزروا، شوف شو بقول لك المقال، هذا بها آرتس، بيقول لك the disagreements between the sides revolve mainly، الخلافات الرئيسية بين الأطراف اللي هم حركة المقاومة الفارسية حماس والعدو الصهيوني تدور بشكل رئيسي حول إيش؟ about other issues، حول قضايا أخرى. شو القضايا الأخرى؟ لاحظ ركز معي لو سمحت، اترك اللي بين يديك وبين رجليك. بيقول لك القضايا اللي بيخلف عليها the ceasefire، شايف؟ The ceasefire. The ceasefire.
the redeployment of Israeli troops, ceasefire يعني الهدنة، والريديبلويمنت إعادة انتشار قوات العدو الصهيوني، تمام، and identity of the Palestinian prisoners Israel would release، وهوية من هو السجناء الأسرى الفلسطينيين اللي لازم عفوا اللي لازم العدو الصهيوني يطلقهم، يطلق سراحهم. هاي النقاط الرئيسية اللي في عليها خلافات ما بين حركة مقاومة فارسي حماس والعدو الصهيوني. السيس فاير الهدنة، يعني حماس، حركة مقاومة فارسي حماس بتحلم بالأحلام الوردية إنه وقت إطلاق نار فوري وشامل وكامل من هذيك ال وبتحلم كمان حركة مقاومة فارسي حماس انسحاب الجيش العدو الصهيوني من قطاع غزة، تحلم. وبدها طبعا هاي مش حلم، بدها انه العدو الصهيوني يطلق سراح اشخاص معينين زي احمد سعدات، زي مروان البرغوثي، احمد سعدات تبع الجبهه الشعبيه، ومروان البرغوثي مؤسس كتائب شهداء الاقصى، 23 سنه بالسجن اذا مش اكثر، من 2002 او 2001 ناسي، فوق 23 سنه، يعني زي ابو ابراهيم يحيى السنوار. هاي النقاط اللي مختلفين عليها. حماس بدها جيش العدو الصهيوني ينسحب لحدود 6/10/2023، ووقف طبعا قبل الانسحاب وقف اطلاق نار فوري شامل وكامل، وبدها اسرى معينين يطلق سراحهم من جيش العدو الصهيوني. مش قابل. اليد العليا لحركة مقاومة فارسي حماس، هاي النتيجة المنطقية يعني بطلع فيها، زي ما بطلع فيها بعض المحللين وبعض المخللين اللي بيسرحوا وبيمرحوا بأوهام وأحلام الشعوب العربية مع الأسف الشديد. فضلوا شو بدكم أكثر من هيك؟ ها قديش اللي بلاقيك؟ شو بدكم أكثر من هيك؟ يا عمي اليوم البي بي سي عربي جايب لي مقال من هارتس لواحد اسمه اوزي برعام، اوزي لحم، اوزي دجاج، ما بعرفش، اوزي برعام، تمام. في نقطة مهمة بيحكيها طبعا عن الكراهية بين اليهود وبين المسلمين، هيك يعني موضوع المقال. الآن أوزي لحم برعام شو بيقول؟ بيقول ليس كل، والله لو سمحت يعني معلش ركز معي إذا سمحت، ليس كل الإسرائيليين بقوسين وقوسين من عندي يؤمنون بوجهة النظر هذه. هسه بقول لكم شو وجهة النظر هذه. ليس، إذ أن هناك أيضا من يعتبرها حرب مقاومة، أو عفوا من يعتبرها حربا مقدسة برعاية الرب. الحرب اللي بتصير حاليا بقطاع غزة بالنسبة لبعض الصهاينة، بالنسبة لبعض مواطني مجتمع العدو الصهيوني، خلينا نقول مواطني يعني بلاقي هيك أفراد مجتمع العدو الصهيوني يعتبرها حربا مقدسة برعاية الرب. هذا أوزي لحم برعم بقول هيك. و تعويضا عن 7 أكتوبر، هذا من عوضه، لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعكس له في الاتجاه. قانون نيوتن الثالث بتطبق الآن في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، على أرض الواقع، في الحروب. طيب ايوه، هاي طبعا قلت لكم بي بي سي عربي منشوره ب3/3 كمان كويس. هاي النقطه الاولى، هسه انا يعني بسترسل هيك في الحديث، بعدين شو برجع بقول لك لا ينبغي تجاهل وجهه النظر هذه. هسه مش هو قبل شوي كان يحكي عن وجهه النظر هذيك، مش هي نفس وجهه النظر، هاي وجهه نظر ثانيه اللي هي بقصد فيها انه الحرب المقدسه. لا ينبغي تجاهل وجهه النظر هذه اللي هي الحرب المقدسه. أيضا فالكثير من الجنود،
كثير من الجنود يضحون بحياتهم لاعتقادهم بأنهم يساعدون في استعادة دولة إسرائيل بين قوسين وقوسين من عندي، سيادتها على كامل أرض إسرائيل. لاحظ شو كيف؟ حبة حبة، خليك معي. هسه شو وجهة النظر الأولى اللي قال إنه ليس كل الإسرائيليين يؤمنون بوجهة النظر هذه؟ شو وجهة النظر الأولى؟ دوافع الانتقام ورد الاعتبار والدفاع عن السيادة الإسرائيلية هي الأسباب الحقيقية للحرب في غزة. دوافع الانتقام، رد الاعتبار، الدفاع عن السيادة. لكن هاي وجهة النظر الأولى. لأن وجهة النظر الثانية اللي هو بيقول ليس كل الإسرائيليين يؤمنون بها، إنه إذ أن هناك أيضا من يعتبرها حربا مقدسا برعاية الرب وتعويضا عن السابع من أكتوبر. وبقول لك ما بصير نتجاهلها، الكثير من الجنود يضحون بحياتهم لاعتقادهم أنهم يساعدون في استعادة دولة إسرائيل وسيادتها على كامل أرض إسرائيل. وبتقول لي بدهم ينسحبوا من بدهم ينسحبوا ريديبلويمنت. أكلنا خازوق من ورا جنيات حماس. مين اللي أكل خازوق؟ الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة. انتو بس خليني كم يكون شغلة هنا. شو بقول أوزي لحم برعام؟ السياسيون يخوضون هذه الحرب دفاعا عن التاريخ الوطني اليهودي، دفاعا عن التاريخ الوطني اليهودي. وفيش شيء اسمه تاريخ وطني يهودي، هذا بأدبياتهم بس أنا دقيقة شوي. نعم بقول لك يدعم حاخامات يهود وأكاديميون ينتمون لحقبة ما قبل الجيش. إيش اللي بدعمه؟ الفكر الذي لا يعترف بدولة فلسطينية قط، ويعتبرون الصراع العربي الإسرائيلي بما في ذلك الحرب الحالية في غزة شو بيعتبروها؟ ما هو إلا سعي إلى إعادة أراضي إسرائيل كاملة. هذا كله أني قلت لكم يا زمان، وعدت أكثر من مرة. طبعا عنوان المقال بعد ما ترجمه للعربي: لا للدولة اليهودية، نعم للدولة التي يطلقون التي يطلق صفة يهود صهيونيين على سكانها وتعترف بحقوقهم وحقوق الآخرين. إخوان باختصار شديد هذا الحكي، يعني أنا صرت عامل تقريبا 120 حوالي 140 فيديو، نحو 140 فيديو عن حرب غزة، تقريبا 140 فيديو. إذا بتمسك ال 140 فيديو، ملخص ال 140 فيديو هو هذا الفيديو اللي قلت لكم اياه قبل شوي، اللي قاله أوزي لحم برعم في جنود بضحوا بحياتهم لأنهم بيعتقدوا أنه هاي حرب مقدسة برعاية الرب، وأنهم بدهم يستعيدوا أراضي بين قوسين إسرائيل الكاملة ويحققوا التوراة كعقيدة دينية ويحققوا الأيديولوجيا الصهيونية. هاي باختصار شديد. أي ريديبلويمنت، أي وقف إطلاق نار شامل وكامل، خلاص عمي بدهم يحتلوا قطاع غزة. بالنسبة إلهم احتلال قطاع غزة سعي، ما قال لك ما هو إلا سعي إلى استعادة أراضي بين قوسين إسرائيل وقوسين من عندي. عندهم بيقاتلوا، بقول لك إحنا بدنا نضحي بحياتنا، مش المسألة انتقام ولا المسألة رد اعتبار ولا حتى تعويض عن سرعة. المسألة في محرك للاشعور بيحرك هؤلاء الجنود، اللي هي العقيدة الدينية، العقيدة التوراتية، الأيديولوجيا الصهيونية، إذا هم تصهينوا. يعني أنت في فرق طبعا، بس مش هو مربط الجحش. مربط الجحش إنه ريجي نشف وبدأ شفت كشهد.
طبعا انا نقعتهن زياده على النجوم فطلع شوي مر. مربط الجحش انه لا كراميل هريس كراميل هريسه ولا جون كيربي، ما يعني اذا آموس روكشتاين مواليد القدس جنسيته اسرائيلي بين قوسين وقوسين من عندي، ابوه وامه يهود امريكان مهاجرين من الولايات المتحده لفلسطين المحتله. آموس روكشتاين وديرمر روني ديرمر على فكره طلع اسمه روني وزير الشؤون الاستراتيجيه للعدو الصهيوني مواليد الولايات المتحده فلوريدا. يعني ونتنياهو قضى نص حياته بامريكا اقل شوي. تعرفي اي كراميل هريسه اي جون كيربي واضحه، وهذا انا بعض المحللين وبعض المخللين اليد العليا لحركه مقاومه فارسي حماس وهي اللي راح تنتصر. وين وين اللي قالوا عقده الثمانين سنه؟ ها وينهم؟ مع الاسف انتوا حضرتوا مقابله عصمت منصور مع سكاي نيوز عربي؟ مين عصمت منصور هذا يا اشرف؟ هذا بقى هو وابو ابراهيم يحيى سنوار بنفس الزنزانه عند العدو الصهيوني. بتعرفوا ابراهيم يحيى سنوار قعد 23 سنه من 88 ل 2011 رفيقه. شو قال عصمت منصور؟ قال يحيى السنوار ما كان يتوقع العمليه توصل للمدى اللي وصلت له، بالمعنى طبعا سوء تقدير الموقف، جنان، هستيريا، فقدوا عقلهم، ولذلك هم ما كانوا متوقعين ردة الفعل تكون هيك، لأنه ما كانوا متوقعين أن الفعل يكون هيك. باختصار حكيت أنا هذا الحكي مرارا وتكرارا، ما حداش رد علي ولا حد عامل مشاركة للفيديوهات تبعتي مع أكبر عدد ممكن من الأصدقاء والصديقات، الزملاء والزميلات، المعارف، الأقارب، الزوجات، الأبناء، البنات. لو عملته كان في على الأقل وعي، ما بتجيبش شيء من جيبتي، جيبتي مخزوقة. عصمت منصور، اكتب عصمت منصور سكاي نيوز، قال حرفيا يحيى السنوار نفسه اللي خطط للعملية هاي ما كانش متوقع انه يكون الفعل بهالحجم هاد بهالمدى هاد بهالخازوق هاد، وبالتالي ما كان متوقع انه تكون ردة الفعل هيك. قال لك العدو الصهيوني كسر كل شيء، خرق كل شيء، خالف كل شيء فوق التوقعات ردة فعله، لا على البال ولا على الخاطر. وهذا انا حكيته من زمان، من زمان حكيته. قولوا عشر ما بفهم عمي، أنا ما بديش منكو إشي، لا لايك ولا ديسلايك ولا تعليق، بديش منكو إشي. صدقوني اليوتيوب إنه بيحاربني، صدقتوا ولا ما صدقتوا أنتوا حرين. كل اللي بطلبه منكم، إذا عجبك محتوى هذا الفيديو، التحليل اللي انطيتك إياه هسه قبل شوي والآراء اللي عبرت عنها، وجهات النظر اللي أدليت بها، إذا حسيت إنها فيها ذرة منطق، فيها ذرة عقل، يعني أنا مش طالب منك إشي، هي كبسة شير مشاركة بس، وأقول لك تشتركش بس شير مشاركة، خلي الشعب العربي يوعى يعرف إيش اللي قاعد بيصير فعليا. في خسائر فادحة للعدو الصهيوني أنا ما بنكر، بس مش هذا معناته إنه حركة مقاومة فارسية ركعت العدو الصهيوني وأنه قضت على دولة العدو الصهيوني، وأنه الجنود جنود العدو الصهيوني معنوياتهم بالأرض. مثل ما أنت عندك ناس عندهم استعداد يضحوا بأرواحهم في سبيل الله في سبيل الوطن، هم نفس الشيء. حط حالك محلهم. قريت لك أنا كم من فقرة من مقال لأوزي لحم رعام، هاي البي بي سي نقلت لي، يعني أنا على فكرة رحت على مقالها آرتس دورت عليه المقال، فتح قدام المقال كيفت، بقرا فقرة فقرتين ويقول لي لازم تشترك، وحاولت يعني ما ضبطتش. عشان أقرأ لك المقال كامل، المقال رائع جدا، بوضح لك فعلا إيش اللي قاعد بصير عند العدو الصهيوني. يا عمي قال لك حاخامات وأكاديميين ينتقمون لحقبة ما قبل الجيش بدعموا الفكر الذي لا يعترف بدولة فلسطينية،
رغم انه حسب ما قرأت انا ديفيد بن غوريون، مناحيم بيجن، حتى اسحاق شامير القرد هذا، اسحاق رابين، واشكول هذا ليفي اشكول، وغولدا مائير، كلهم هذولا بطريقه ما او اخرى كانوا يعبروا عن نقول اعترافهم الضمني بضروره قيام دوله فلسطينيه. لكن الان في عندك جيل لا، وخاصه بعد اللي صار ب17، يا سلام ولا بالاحلام، لا تحلم يا عمي. في الكنيسه 99 صوت صوتوا لنتنياهو فكره نتنياهو بانه اي اعتراف احادي الجانب بدوله فلسطينيه مرفوض جمله وتفصيلا. بقول لك فيش وحده، اي انتوا ما بتقروش؟ انا مش قادر افهم انتوا كيف بتحللوا. خلاص يا شباب بكفي، قال وشت مخنا اذا بك خلاص فهمنا فهمنا، طالع كل الساعه بتنق فوق راسنا، خلاص اسف اسف حكوا عليك.